ما زلنا في كتاب بدع التفاسير لسيدي وشيخي أبي الفضل عبد الله محمد الصديق الغماري الحسني الإدريسي عفى الله عنه ورضي الله عنه، وما زلنا في سورة البقرة. بيجيب لك بعض الآيات ويذكر التفسير الصحيح، ثم يحذرك من بعض التأويلات والتفاسير الخاطئة في كتب التفاسير المطبوعة. كويس، احنا في قوله تعالى: فالآن بشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي وابتغوا بمباشرتهن ما كتب الله لكم من الولد، ولا تقصدوا قضاء الشهوة وحده، أو وابتغوا المحل الذي كتبه الله لكم وحلله وهو الفرج دون ما لم يكتب لكم حله وهو الدبر، أو وابتغوا ما كتب الله لكم من الإباحة بعد الحظر، وقيل واطلبوا ليلة القدر، وما كتب الله لكم من الثواب أن إن أصبتموها وقمتموها. كل دي أقوال إيه مستساغة فيها. كويس، هيجيب لك بقى إيه قال الزمخشري في كتابه الكشاف، وما كتب، وهو قريب من بدع التفاسير. يعني كلام الزمخشري اللي هيقوله ده يعني قريب من بدع التفاسير، يعني إيه؟ يعني مش متفق عليه، كلام قابل للمناقشة، مش مريح يعني. قلت: لم يجعله منها، لأنه صدر الآية اللي هو إيه وابتغوا ما كتب الله لكم، اللي هو إيه اللي هو اطلبوا ليلة القدر وما كتب الله لكم من الثواب. الزيادة دي قالها الزمخشري، ودي لا توافق السياق، فهي قريبة من بدع التفاسير. فهم يعني هو قال فيها حاجات كتيرة، قال مثلا إيه: ابتغوا مباشرتهن ما كتب الله لكم من الولد، أو لا تقصدوا قضاء الشهوة وحده، أو ابتغوا المحل الذي كتبه الله لكم وحلله، فلا تأتي زوجتك في غير المحل الإيه المعتاد، وإلا تكون قد أخطأت، دون ما لم يكتب لكم حل وهو الدبر، أو ابتغوا ما كتب الله لكم من الإباحة بعد الحظر. كويس، كل المعاني السابقة دي موجودة تناسب السياق. وقيل، ده كلام بقى الزمخشري، واطلبوا ليلة القدر. طب هو في ليلة القدر في الآية دي ليها ذكر؟ ايه اللي خلاها تيجي في بالك يعني؟ فعلشان كده بعيده عن السياق، وبالتالي تبقى قريبه من بدع التفاسير. لان لابد في التفسير في التاويل ان تراعي ايه السباق واللحاق. والسباق واللحاق يعني ما سبق وما ياتي بعد، يسموا كل ده ايه السياق. يبقى السياق يبقى سباق ولحاق. فهمت بقى ازاي؟ فاي تفسير لا يراعي السياق يبقى نوع من انواع بدع التفاسير. قال الزمخشري: وهو قريب من بدع التفاسير. قلت: لم يجعله منها، لأن صدر الآية مفتتح بإباحة الجماع ليلة الصيام في رمضان، كما أن سياق الآيات قبله في رمضان أيضا. وهو مع هذا فهو بعيد من مدلول اللفظ ومن السياق الذي يقتضي إباحة بعد حظر. دخلنا في آية تانية، قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وفي قراءة: ولكن البر من اتقى. يبقى لكن البر من اتقى، وفي قراءة بالتخفيف: ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها. كان العرب في الجاهلية، سبب نزول الآية دي يعني، كان العرب في الجاهلية إذا أحرموا لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها، ودخلوا من ظهورها بنقب يحدثونه في الجدار، إلا قريشا لأنهم سكان الحرم وجيران البيت. يعني عادات جاهلية غريبة كده، إذا أحرم ما يدخلش بيته من إيه من المدخل العادي، لا يدخل من ظهر بيته. عادات جاهلية غريبة يعني. فبيقولهم ده ليس برا ولا طاعة، ائتوا البيوت من أبوابها عادي، لأن مش من الطاعة أنك أنت تأتي بيتك من الخلف من قفاه كده، فاهم؟ وبعدين يكسر الحيطة ويعمل له بيه، وبعدين يجي يخدمه خلفة بتوع الحي، لأنه عمل إيه شغلانة بقى صعبة. فنزلت الآية تبين بطلان هذا العمل، وأنه لا بر فيه يعني لا طاعة فيه. هذا ما صح في سبب نزول الآية، وهو يتمشى مع سياقها. فإنهم لما سألوا عن الهلال، ما إلا أولها يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. لأنهم لما سألوا عن الهلال واختلاف أحواله، أنزل الله تعالى: يسألونك عن الأهلة
قل هي مواقيت للناس والحج، وعقبه قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها حين إحرامكم بالحج، ولكن البر بر من اتقى الله، وأتوا البيوت إذا أحرمتم بحج أو عمرة من أبوابها، وهذا المعنى واضح. وقال أبو عبيدة معنى الآية ليس البر بأن تطلبوا الخير من غير أهله وتلتمسوه من غير بابه، وأتوا البيوت من أبوابها واطلبوا الخير من وجهه ومن عند أهله. طبعا هنا إيه الكلام ده وإن كان صحيح المعنى إلا أنه خارج عن سياق الآية، فهم؟ هو صحيح المعنى، أنا معاك كلامه حلو إنك أنت تطلب الخير من أهله ماشي، بس هل هو ده معناه في الآية دي؟ فهمت بقى إزاي؟ يعني خرج عن السياق، فهمت؟ وقال أبو علي الجبائي خرج هذا الكلام مخرج ضرب المثل والمعنى، والجبائي ده كان من علماء المعتزلة المشاهير، يعني ليس البر أن يأتي الرجل الشيء من خلاف جهته، لأن إتيانه من خلاف جهته يخرج الفعل عن حد الصواب والبر إلى الإثم والخطأ، وبين البر والتقوى، وبين البر والتقوى وأمر بإتيان الأمور من وجوهها، وجعل تعالى ذكر البيوت وظهورها وأبوابها مثلا، لأن العادل في الأمر عن وجهه كالعادل في البيت عن بابه. حكي هذين التأويلين أو حكى هذين التأويلين المرتضى في أملي، وحكى بعدهما تأويلا ثالثا وهو أن تكون البيوت كناية عن النساء، ويكون المعنى وقت النساء من حيث أمركم الله، والعرب تسمي المرأة بيتا. قال الشارع ما لي إذا أنزعها سأيت أكبر غيرتي أم أكبر غيرني أم بيت، أراد بالبيت المرأة. ما لي إذا أنزعها صأيت، يعني إيه؟ يعني خرج من قلبي صوت، يعني أكبر غيرني أم بيت، أراد بالبيت المرأة. صأيت يعني إيه؟ يعني كل ما يحاول ينزع ذكرها من قلبه يصرخ من شدة إيه تعلقه بها، يعني صأيت يعني صرخت، فهمت؟ أكبر غيرني أم بيت، يعني إيه؟ أم زوجة يعني. والوجهان بعده لا يناسبان سياق الآية خالص، وهما قريبان من بدع التفسير. أما الوجه الأخير فمردود لوجهين، أحدهما أنه لا يوافق سبب النزول ولا يتمشى مع سياق الآية ونظمها، ثانيهما أن معناه جاء مصرحا به في قوله تعالى فإذا تطهرنا فأتونا من حيث أمركم الله، أي كده في آية تانية ليه تخلي البيوت هنا الزوجات وأتوها إيه من أبوابها يعني من فرجها، ولا تأتوها من دبورها يعني من خلفها، ليه الصعوبة دي كلها؟ طب ما ربنا قايلها في حتة تانية وخلي البيوت هي البيوت، ودي في معرض الحج والعمرة، وإيه علاقة إتيان المرأة بالحج والعمرة؟ فأنت كده لخبطت لنا السياق، فهمت بقى إزاي؟ عشان كده إيه يعتبر من بدع التفسير. فلا فائدة في استنباطه من هذه الآية بطريق الكناية إلا مجرد التكرار الخالي عن أي نكتة بيانية أو حكمة تشريعية، وهذا مما يجب تنزيه القرآن عنه، فالوجه المذكور من بدع التفسير. قوله تعالى أولئك يعني الدعونة بالحسنتين اللي هي إيه؟ ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب إيه مما اكتسبوا والله سريع، مما كسبوا والله سريع الحساب. أولئك يعني الدعونة بالحسنتين لهم نصيب يعني ثواب مما كسبوا يعني من أعمال الحج وغيرها من الطاعات، والله سريع الحساب يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب العباد، فبادروا إكثار الذكر وطلب الآخرة. فالمراد بهذا الإخبار بقرب يوم القيامة الذي يكون فيه الحساب لينال المؤمنون ثواب عمله. وقيل أول ما يقولك وقيل بقى يعرف هنخش في التفسير إيه اللي هتبقى معوجة شوي. المراد وصفه تعالى بسرعة محاسبة الخلائق على كثرة عددهم وكثرة أعمالهم وتنوعها ليدل على كمال قدرته،
ووجوب الحذر منه والرغبة في ثوابه، فقد ثبت أنه يحاسب الخلق في مقدار فواق ناقة، يعني الخلق كلهم يتم حسابهم في مقدار ما تستريح الناقة بين حلبتين. فواق الناقة يعني إيه؟ يعني لما يجي يحلب ناقة يحلبها الحلبة الأولانية، وبعدين يقعد يستريح ربع ساعة كده عشان يريح ضرع الناقة ويجمع اللبن تاني، وبعدين يحلبها تاني. المسافة بين الحلبتين اسمها فواق، واخد بقى؟ ما لها من فواق، يعني لو جت يوم القيامة مش هتتأخر ولو فواق ناقة. ففواق الناقة فترة زمنية يعرفها العربي اللي بيربي جمال وإيه وبيحلب الجاموس والبقر والحاجات دي، لكن أهل المدينة يمكن ما يعرفوهاش. ومن بدع التفاسير قول بعضهم المراد أنه سريع العلم بكل محسوب، وأنه لما كانت عادة الناس أن يستعملوا الحساب والإحصاء في أكثر أمورهم أخبرهم تعالى أنه يعلم ما يحسبون بغير حساب، وسمي العلم حسابا على سبيل المجاز من إطلاق اسم المعلوم على العلم، وهو مردود بوجوه. أحدهما أن العلم بالحساب أو المحسوب لا يسمى حسابا في اللغة حقيقة ولا مجازا. ثانيهما لو فرض تسميته حسابا لم يجوز أن يقال سريع العلم بالحساب، لأن علمه تعالى بالأشياء مما لا يتجدد فيوصف بالسرعة. ثالثهما أنه لا يناسب سياق الآية، وكثير من المفسرين يغفل عن ملاحظة السياق، وهي ملاحظة واجبة الاعتبار، لأن الآيات إنما تترابط وتتألف وتأتلف بسياقاتها المتناسبة، ولولا ذلك لكانت متفككة غير مترابطة. علشان كده في مدرسة حديثة في اللغة يسموها المدرسة التفكيكية، وبيتبناها كثير الناس الوقت من علماء اللغة في كليات الآداب ودار علوم وغيره وغيره، اللي يسموها المدارس الحدثية في التفكير والتأويل، هي يسموها المدرسة التفكيكية، إنه إيه يفك لك الجمل عن سياقاتها، ويبتدي أول القرآن على هذا هو مفك كده غير مترابط، فيديك معاني إيه غير مترابطة. فهذه المدرسة تشوه ولا تعلم، فهمت؟ ومن البدع أيضا أن المراد أن الله سريع القبول لدعاء عباده مع كثرتهم واختلاف دعواتهم، فيعطي لكل داع ما ينفعه بحد ومقدار. وهذا التأويل وإن كان مناسبا لنظم الآية مردود، لأن قبول الدعاء لا يسمى حسابا. سيدنا علي بن أبي طالب سألوه بيقولوا له: يا إمام، كيف يحاسب الله الخلق يوم القيامة وأعدادهم كثيرة؟ قال: كما يرزقهم في لحظة واحدة. أي حاسبهم في لحظة واحدة، مش هيوقفك دور، يعني ده هو هيحاسب الخلق كلهم في لحظة واحدة، أنت بتتحاسب والكل بيتحاسب وقت واحد، لأن ربنا لا يشغله شاغل عن شاغل. فهمت بقى؟ زي مش زينا احنا وقفوا طابور هتشوشوني، ما حدش يتكلم وانا بحاسب ده عشان هتلخبط، ما فيش كده، الكلام ده بتاعنا احنا انما مش عند الله. فهمت؟ والله تعالى اعلى واعلم. ونقف عند هذا الحد، نكمل الجمعه القادم ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون.